جمع فينا خاويا الدري انفخ ابن عمي انفخ شحال من واحد بغيت تحول الجمعة تهلاو لينا في القرادة الجمال قطع من الباس وصلنا الكتبية الله شحال ديال الكوتشي اخونا عايش الحياة في الظليلة مبحر اخوان السلام عليكم ان شاء الله يا ربي دابا جيت لكم واحد الفلوق جديد يا خرجة ماشي فلوق وقلت نشارك معكم المهم كاين الحرارة في مراكش صراحة الله العافية شالة اقسم بالله الا تبارك الله اللهم بارك بنمشي لجامع فنا نجيو للدوره نشوف كي داير الاجواء في جامع فنا في هذا يعني في هذه الوقيته هذه واش كاين شي بشر تما خارج في الحراره ما خارج المهم اكتشفوا معنا دابا حاليا كاين حدا من رامول هو من رامول صراحه والله العظيم العافيه شي على العافيه ولكن ما عندنا ما نديرو عيشوا معنا اللحظه الدراري الجمال قطع من الباساج الرازي درا را انه الجمال يا ساده اللي بغى يركب على الجمل قال لك اسيدي 10 دراهم للتصويره و 30 درهم للركبه مراكش الاخوان كامله كيعوضها باصلاح فين ما مشيتي هكا الطرق مسدودين ما كاين منين تدوز فين ما مشيتي كامله هكا مراكش غتعوض بالاصلاح وصلنا للكتوبيه علاش الموطور الدراري يمكن تدخل به في اي بلاصه ماشي بحال الطوموبيل اي بلاصه بغيتي تدخل ليها بالموطور ما كاينش المشكل ولكن بحال شي حاجه الانتير ديال لا وصلنا للكتوبيه غادي نحبسو الموطور كتبيه يا الكتبيه وشوفوا الاخوان شوفوا شوفوا الكتبيه كي دايره خاويه باش تعرفوا راه زميد الحراره دابا كنهضر معكم وكاين العافيه شاعله يعني تبارك الله يا ربي السلامه دابا شحال من واحد يتصحى ليه كيشوف هكا كيبان واش الجو عادي والله العظيم راه ما تقدرش توقف هنا بالحراره والله شحال ديال الكوتشيات هنايا تبارك الله اللهم بارك الله غير نلقى هنا واحد 100 ولا اكثر واحد 100 كوتشي بعد تكون هنا الله اعلم اكثر جماعه فينا خاويه الدراري والله الا اول مره كنلقى جماعه فينا خاويه في النهار ديما سبحان الله العظيم كتلقاها عامره ولكن دابا في هذا الوقت ديال الزبيط والحراره ما تلقاش فيها بنادم الله يحضر السلام بارك الله انفخ ابن عمي انفخ 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 شحال ديال النفوع عنده تما يا الحبابه الحبابه لا شي بالا ولا شي فاس هبط على بابا هذا الراس ايوه 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 ود الحراره هذه الله يحفظ الله الاخوه شوف شحال من واحد دابا يطلع الجو عادي ولكن والله ما قدرت نوقف هنا بالله تبارك الله الجو صراحه سخون بزاف تهلاو لينا في القراده الله نقول الناس مبحرين بالله والله تعالى حنا فيها مبحرين هانتوما الاخوان هذوك الناس اللي كيكونوا تما الماكله هما كيبنيو يعني هذاك الشيء عندهم ايه في الليل وفي الصباح ما كيصبحش داك الشيء عاوتاني حتى واحد الوقيته عاد كيرجعوا داك البنات اللي تيكونوا في الصباح اخونا عايش الحياة في الظليلة مبحر هو مبحر ولا ديك اللعبة ديال البحر فهمتي ديك الباراسون بحر جمال فنا ديما جمال فنا اش شنو هي هو ديك اللي فوق ملوحين بالشموشات والله الا ملوحين بالله ما قادرين يتحركوا والحيش والقل مقتول اللهم بارك الصراحة حرارة حرارة الدراري الجردة هادي عصا البيك اللي كاينة في جامع فنا زوينة مفركشة صراحة الله انا عايشوكم لحظات وكانكم معنا المهم الاخوان عشنا معكم لحظات واعرة ما ننساش الدراري البارطاج عندنا فيديوهات زوينين حاطينها في البروفيل ايوا انتم تدخلوا تفرجوا حكموا عطونا الاراء ديالكم باش نستمروا معكم وخا خبرنا لكم ولكن الحمد لله احنا معكم عاوتاني